الحاجات ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. فيديو النهارده انبوكسنج. انا عارفه ان انتم بتحبوا قوي 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 الفيديوهات دي وبتحبوا تتفرجوا على منتجات جديده وبتحبوا تشوفوا مواقع جديده والكلام ده كله. والشهر ده ما شاء الله ما شاء الله كان شهر حافل بالبوكسات وحافل بالبي ار باكج وحافل بحاجات حلوه كده، وده مش دايما بيحصل. يعني انا وقت كده تلاقوا ما شاء الله الشركات بتبعت لي والدنيا جميله، ووقت تاني خالص ابيض يا ورد مفيش حد بيعبرني. الحمد لله طبعا على كل حاجه. فالشهر ده كان شهر حافل بالبوكسات، فخلونا نستمتع بقى بموضوع الانبوكسنج ده. قبل ما نبتدي لو عايزيني اصور لكم الميك اب لوك ده، انا لسه ما صورتوش، انا عملت الميك اب ده كده وانا قاعده، فلو انتوا عايزيني اصور لكم فيديو للميك اب لوك ده اكتبوا لي تحت في الكومنت. وبس كده خلينا نفتح النهارده الصندوق ده. جالي من موقع اسمه Light in the Box او النور في الصندوق، دي الترجمة ليها. يعني الموقع ده انا اول مرة اجربه في حياتي، ما اعرفش اي انطباع عنه عشان اقول لكم انا جربته والكلام ده كله، دي اول تجربه. واما تيجي تجربي اي موقع جديد او اي حاجه جديده وعايزه تاخدي كده خطوه ان انت تجربيه، اول حاجه تجربي فيها ايه؟ ها ايه؟ لا اوعى تقولوا ميك اب، لا لا مش ميك اب مش ميك اب. اول حاجه تجربيها هي الملابس. الملابس اكبر مقياس للمكان اللي انت بتشتري منه ده، لان هو اللي هيبين ان كان الموقع ده حلو ولا كده. فانا النهارده نقيت كام قطعه، هم مش كتير بس نقيت كام قطعه عشان نشوف الكواليتي بتاعه الملابس، المقاسات عامله عنهم ازاي، وفي اخر الفيديو هوريكم ازاي تعملوا اوردر بكل سهوله من على الموقع من عندهم، لان هو سهل جدا وبيوصل لكل مكان في الدنيا، والموقع بتاعهم كبير وعندهم كاتيجوريز كتيره جدا، ف اي حاجه انت عايزاها هتلاقيها عندهم. فخلونا يلا نفتح الصندوق من عند النور في الصندوق او Light in the Box. الميك اب بتاع النهارده عاجبني جدا جدا جدا، مع انه يعني ما تصورش ولا حاجه، وحاسه كده ان هو جلاوي شيك ما فيهوش تفاصيل كتير، مش متعب، مع اني عامله فيه كونتور كريمي وباودر والله، بس حاسه كده كيوت يعني، مش عارفه مش عارفه. anyway يلا خلونا نفتح الصندوق. طبعا هم مكلبشينه. خليني اكلمكم اول حاجه على ما الصندوق يتفتح عن سرعه التوصيل. الاوردر وصلني، لان انا اللي طالباه، وصلني في 7 ايام. دي حاجه يعني حلو، 7 ايام ابدج حلو جدا للتوصيل. يلا خليني اوريكم الحاجه. طبعا ده الصندوق، انا مش جايبه حاجات كتير يعني مش هنطول في الانبوكسنج، يعني خليني اجي كده شويه عشان اي حاجه البسها يظهر لكم هنا فيديو وانا لابساها وعامله نفسي موديل وبوريكم والكلام ده كله. اوكي يلا خليني افتح اول حاجه. طبعا هو في اكياس كده بزيبر او اللي هي بتاع البلاستيك دي، فهو كيس وجواه كيس تاني، فدي حاجه حلوه برضه. بس انا بحب قوي الناس اللي بتهتم بتغليف المنتجات بتاعتها، ما يجيليش المنتج كده مرمي وبتاع وهدوم مترميه فوق بعضها والكلام ده كله. اوكي ده شكله، بصوا بقى يا جماعه ده زي كارديجان طويل وجاي من تحت على دايره. خليني اوريكم شكله، يا رب تكونوا شايفين، جاي من تحت كده على دايره، شكله حلو قوي على الموقع الصراحه، اول ما شفته خطفني. في منه الوان كتير قوي، في الحاجات التكنيكالرز وفي حاجه سامبل زي ده، وانا بحب قوي التفاصيل السامبل دي اللي هي ما احسش ان انا لابسه فرح وانا نازله، ده طبيعي. فبرضه هوريكم شكلي دلوقتي وانا لابساه. اكشلي مش عارفه هطقمه على ايه، وده العادي يعني، بس اول ما تشوفوا في الفيديو كده اكتبوا لي الانطباع بتاعكم تحت في الكومنتس. بس الخامه بتاعته ده مش قطن، اللي هي الخامه شويه اللي هي البوليستر على شويه شيفون، لان هو يعني مبين اللي تحتيه. بس عاجبني قوي فكره الكلام بالخطوط دي، لان انا بحب قوي الانجليش المشبك، بعشقه وبكتب بيه بكل سهوله زي ما يكون متربيه في امريكا مثلا، بحب قوي اكتب انجليش مشبك، الحته دي فيا يعني. anyway طبعا اكيد انتوا هتكونوا شفتوه دلوقتي. من الحاجات اللي عيني جت عليها كده وانا بسكرول في الموقع هي كفرات الموبايلات. انا اليومين دول بحب كفرز الموبايل اللي زي ما انتوا شايفين، عشان حطها على الشاحن ليه كده دلدوله كده نازله وبتاع وحركات والوان، فلقيت حاجه نفس الشكل بالظبط، فجبت ده. يعني هو الباقي هدوم بس ده كده جبته في النص. بصوا يا جماعه ده شكل الكفر. اوكي برضو متغلف حلو قوي، شايفين عليه اللي هو السيل ده عشان ما يتجرحش او يتبهدل.
ده شكله عامل زي كانك شايله الكاميرا بالظبط، وليه البتاع الدايره اللي بتتلزق ورا دي وتمسكي منها الموبايل، وبرده على شكل عدسه كاميرا هركبه دلوقتي في الموبايل. وجاي معاه البتاعه دي كده حلوه قوي ومليانه الوان، اقوم اركبه دلوقتي واجي اوريهولك. اوكي حبايبي ده شكله اما ركبته، شايفين كاني شايله كاميرا، يعني بتلبسيه كده كانك شايله الكاميرا، ودي كده ركبتها اللي هي الدايره اللي ورا دي بتتشد كده اوكي، وتقدري تمسكي منها الموبايل. وانا دي بالنسبه لي اساسيه جدا، لازم تكون في اي علقه بتاعت موبايل او اي كفر بتاع موبايل، عشان اما باخد سيلفي او بصور ستوري لازم اكون سانده ايدي، لان ان انت تمسكي الموبايل وتصوري ستوري دي حاجه صعبه جدا. فبما انه شكله شيك قوي وعجبني ف هسيبه في الموبايل. اوكي حبايبي نيجي للي بعده، وهي سكيرت. انا اليومين دول بقيت مدمنه على السكيرتس اللي هم البليسي اللي هم فيهم كسر دول، بقيت بحبهم بطريقه مرعبه. بس في هنا مشكله ان السكيرت اي ثينك انها هتبقى قصيره عليا، هقيسها برده واوريها لكم، بس لو قصيره هكتب لكم نوت ان هي قصيره، ممكن ابقى انزلها شويه مش عارفه، بس بيتهيألي هتطلع قصيره عليا يعني. بس انا بقيت بعشق قوي النوع ده من الجيب اللي هم البليسيه، مش عارفه بقيت بحبهم كده ليه، بجد الموضوع مرعب يعني. جبت منهم كتير قوي بس حباهم. اللي بعده وهو التيشيرتات يا جماعه، انا بعشق البيزك شيرت، انا لازم يكون عندي بيزك شيرت كتير بحبهم، اللي هم النص كم دول اللي بيتلبسوا على الدينم جاكيت. فجبت لي حبه حلوين بقى يعني، بصي التيشيرتات، بس انا عايزه بس اتشيك اول حاجه الكواليتي. اوكي كواليتي حلوه جدا جدا جدا، زي التيشيرتات اللي عندي، التيشيرتات اللي عندي مش مطبوع عليهم بس ده مطبوع عليه. بالنسبه للمقاسات في الموقع، في حاجات المقاسات بتاعتها صغيره، لان اعتقد ان هم عاملينها على الجسم بتاع الكوريين ان هم صغننين قوي. فتخيلوا مثلا انا مقاسي في التيشيرت العادي اللي بجيبه من اي حته اكس سمول، عشان اجيب نفس مقاس الاكس سمول واخده لارج، فالمقاسات عندهم شويه فيها تريك. فانتوا لو بتاخدوا مثلا اكس سمول وبيجي على قدكم بالظبط، تقدري تاخدي لارج عشان يجي على مقاسك بالظبط. ده اول تيشيرت جبت لون اصفر اللي هو الكناري ده لانه مش عندي. نيجي للي بعده برده تيشيرت، بيزك شيرت برده، بس انا جبتهم المره دي كلهم منقوشين لان انا عايزه حاجه كده تكون ملونه من تحت الدينم جاكيت. اوكي ده شكل التيشيرت، عليه زي زرافه كده، بس اعتقد التيشيرت ده جه مقاسه كبير، شايفين مقاسه كبير قوي، هو جاي 7 بس للاسف هيطلع مقاسه كبير عليا المره دي. طب جبت ده مقاسه ايه؟ مش مكتوب عليه، بس ده طلع مقاسه كبير برده، هوريه لكم شكله عامل عليا ازاي. بس عموما الحاجات دي بتبقى اصلا تحت الدينم جاكيت بتبقى حلوه يعني، هي تكون شكلها واسع كده بيبقى احلى ما تبقى الهدوم ماسكه كده ومقفشه. اصلا بقيتش احب الهدوم الملزقه دي، بس اقول لونه جميل، موضوع الزرافه دي كيوت قوي، بص اصلا شكلها. يستحسن في الموقع ده ان انت تستخدمي السايز جايد اللي هو بيقول لك إيه انت مقاسك كذا في كذا في كذا فتاخدي كذا، ده احسن حاجه. انا جبت يعني كله لارج تقريبا، فجايين حاجه كبيره وحاجه واسعه، فاحسن ان انت ما تطبقيش نفس الكونسبت على كل حاجه يعني. اوكي نيجي بعد كده للتيشيرت ده، برده بيزك شيرت بس ده هيبقى مقاسه مظبوط عليا زي مقاس الاصفر، يمكن الاخضر ده هو اكبر واحد، ده برده لارج مكتوب عليه كلام برده كتير. شي از ايه فايرز، شي از بولد، she is magical, she is powerful. ايه ده بتتكلم عني دي ولا ايه؟ الحاجات اللي انا بحبها قوي في اللبس قوي 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 اللبس المريح، قلت لكم على الموضوع ده اكتر من مره، بحب قوي الهدوم السريعه اللي تتلبس بسرعه اللي تبقى سبورتيف كده، اللي هي تلبس على طول يلا انزل روح السوبر ماركت الكلام ده كله. تاني جبت من عندهم تريننج، يا رب يا رب يطلع مقاسي، لاني اما عملت اللي هو السايز جايد خدت مقاس كبير قوي، مقاس كبير قوي، لان المقاسات التانيه حسيتها صغيره عليا. المفروض ان التريننج ده انت بتجيبيه يبقى ماسك على جسمك، يعني هو يبقى على قد جسمك، اعتقد للبيت بقى هما بيخرجوا بيه بره مالناش احنا دعوه، بس انا كنت عايزه اجيبه اكبر من مقاسي عشان يسهل عليا ان انا انزل بيه الشارع وما يبقاش ماسك عليا وضيق، فجبته اهو. على فكره حلوه قوي، وكنت متخيله انه هيبقى تقيل قوي، لا طلع اللي هو التقل المتوسط ده. ده شكله يا بنات زي سويت شيرت وعليه علامه هنا كده، سامبل قوي قوي، وليه هودي
هحط لكم طبعا صورته على الموقع وسؤال، مش فاكره الصراحه شكله على الموقع عامل ازاي، بس اهم حاجه الحاجه لما تجيلي تكون رضياني، يعني عارفين الاحساس ده. ليه هودي كده و معاه بنطلون، والحمد لله ان انا جبت مقاسه واسع. ده مقاسه دبل اكس لارج، اكس اكس لارج، تمام؟ فانا جبته واسع فهيجي عليا واسع. يا شايفين الرجل قد ايه، برضو هقيسه واوريه لكم شكله عليا عامل ازاي. بس الصراحه تو بي اونست كنت متخيله ان الكواليتي بتاعته تبقى احلى من كده، يعني ما عجبنيش مثلا الحاجه اللي ما عجبتنيش شكل الاستيك من هنا، هو كده كده مش هيبقى باين، بس ما عجبنيش شكله من هنا، الاستيك المكشكش زياده عن اللزوم ده مش عارفه ما بحبوش. بس كنت متخيله ان يعني الفينش، عارفين الفينشنج ده يعني انزل بيه السوبر ماركت، لكن مش اللي هو التريننج الشيك الجبار الكلام ده كله. لا انا يعني حسيت ان الكواليتي بتاع ده مش قد كده، هو احلى حاجه فيه ان هو خفيف، بس كنت متخيله احسن كتير يعني. anyway خلينا نشوف اللي بعده. اللي بعده برده ده بقى، اللي بعده برده تيشرت ابيض بقى، ابيض، لان قبل كده ما جبت التيشيرتات اللي قلت لكم عليها لما جبتها من فاستيفال كانت التيشيرتات ما كانش فيهم ابيض، فكنت محتاجه واحد ابيض، فجبت برده التيشيرت ده، هو برده بيزك شيرت وعليه ساعه كده وبارافلاي، ده شكله. بس بيتهيألي حاسه ان هي ادي هتبقى واسعه شويه، لا اتس اوكي، لا هتبقى تمام. برضو هتصور لكم بيه على دينم جاكيت واوريكم شكله عامل ازاي. نيجي لاخر قطعه وهي برضو ترينج، بما ان الشتا داخل بقى، برضو ترينج، وده برضو جبته 3 اكس لارج، 3 متخيلين، بس عشان حاجه تبقى واسعه عليا واقدر انزل اروح بيها السوبر ماركت، لان ده اللي بيبقى هاممني يعني. ده شكله، واحلى حاجه ان انا جبته واسع، الكواليتي بتاعته احلى من الاولاني بكتير بكتير. ده شكله هو كده، بهودي وثلاث الوان، رمادي في ابيض في احمر، وده البنطلون بتاعه برده طلع واسع شويه، وانا مبسوطه ان هو طلع واسع. الكواليتي شايفين بتاعت الاستيك ده احلى بكتير من التاني بكتير، فالصراحه ده عجبني اكتر من التاني بكتير قوي. وبرده هقيسلكوا كل القطع دي، اكيد انتوا كنتوا شايفينها في الفيديو وانا بوريكم شكلها عليا عامله ازاي. وبس كده يا حلوين، دي الحاجات اللي انا جبتها او جربتها من موقع بتاع لايت ان ذا بوكس، كنت الصراحه اول مره اعرفه تو بي اونست، ما كنتش عارفه الصفحه دي ولا الموقع ده، وكنت اول مره اجرب الحاجات من عنده، وقلت اول حاجه لازم اجربها هي الهدوم عشان اقول لكم على الكواليتي بتاعتها عامله ازاي. والصراحه بنسبه كام في الميه لو صنفناها كده على عدد القطعه، فنقول بنسبه 85% الحاجه عجباني جدا، الكواليتي بتاعتها حلوه، بغض النظر طبعا عن الترنج الاولاني ده مش مبهوره، يعني هو عادي بس انا مش مبهوره يعني. اوكي حلوين، يلا خليني اوريكم ازاي تقدري تشتري من الابلكيشن بكل سهوله، الابلكيشن بيوصل لكل حته في الدنيا، اي مكان يجي على بالك هتلاقيه موجود في الابلكيشن. وكمان الابلكيشن فيه انك تشتري بالفيزا او بالباي بال، ما فيهوش كاش اند دليفري لاي دوله في الدنيا، ما فيهوش كاش اند دليفري. هاخدكم دلوقتي مع سكرين شوت من الموبايل اوريكم ازاي تقدري تشتري وارجعولي. اول حاجه يا بنات، بنزل الابلكيشن من الاب ستور او البلاي ستور على حسب موبايلك، بضغط عليه وبكتب الاسم المختصر للابلكيشن وهو LITP، وبعمل سيرش بيفتح لي الابلكيشن، طبعا ان انا منزلاه فانت يظهر لك داونلود، فتنزلي الابلكيشن وهفتحه. اول حاجه بيظهر لي الهوم بيج كده زي ما انتم شايفين، بيبقى عليها كل القطع اللي عليها خصومات، بس لو انت عايزه تختاري الحاجه تكون متقسمه بتضغطي على كلمه كاتيجوري اللي تحت دي، فبيقسم لك كده كل حاجه، ملابس نسائيه، ملابس رجاليه، حلوه رجاليه دي، ملابس للرجال، فساتين، الشنط والشوزز، وكمان حاجات للاطفال. فزي ما انتم شايفين كده عندهم حاجات واوبشنز كتير قوي تقدري تختاري منها. طيب اوكي، انا هاجي اختار البنطلونات، فهضغط على دي، وليكن مثلا عجبني البنطلون ده فعايزه احطه عندي في الكارت، فبدوس اد تو كارت، بيظهر لي الالوان منه، عايزه البلاك، عايزه الجرين، عايزه البيج، هختار البيج. نيجي بقى المنطقه بتاعه المقاس دي عشان دي مهمه جدا، هم الصراحه عاملين فكره حلوه جدا، وهي انك مثلا لو شاكه ان انت مقاسك ممكن يكون ميديم، فبتضغطي على الميديم بيجيب لك ان الميديم عندهم بيساوي في اليو اس سايز من 4 ل 6 وفي اليو كي سايز من 8 ل 10. طيب لو انا مش عارفه مقاسي في اليو اس ولا في اليو كي عشان اعرف احدد، هم عاملين لك تحت الويست والطول، فانت تقدري لو عندك
عندك مزورة تختاري الويست والطول تقيسيهم وتشوفي مناسبين لنفس الرقم ده او شبه ولا لا، ولو اقل او اكتر بتختاري الاقل يبقى سمول، ولو اكتر بتختاري اللارج. فدي هتسهل عليكي جدا ان انت تختاري المقاس بتاعك ويطلع مظبوط. بعد كده خلاص انا اخترت المقاس، هضغط على add to cart واكمل الشوبينج بتاعي وانقي بقى الحاجات التانية بنفس الطريقة. اوكي حبايبي، انا كده خلاص خلصت الشوبينج بتاعي وعايزة خلاص اروح ابليس الاوردر او خلاص اطلبه، فبضغط على العلامة بتاعت عربية التسوق دي، فبتظهر لي كل القطع اللي انا نقيتها كده زي ما انتوا شايفين. بضغط بعد كده على تشيك اوت، بتفتح لي يا بنات صفحة زي دي عشان احط فيها البيانات بتاعتي كلها. فبضغط اول حاجة البلد اللي انا فيها، ما شاء الله في بلاد كتير جدا، انا مختارة اول حاجة الامارات، فهكتب اسمي دعاء واكتب الاسم التاني سليمان، وهنا بتكتبي رقم التليفون بتاعك وليكن الرقم ده، وهرجع اكتب رقم تليفون تاني مختلف او نفس الرقم عادي، وبعد كده بتكتبي الزاب كود او البوستل كود، وده بتعرفيه من البريد، وانا وليكن هعمله 4 أصفار. بعد كده بختار الامارة اللي انا فيها او المحافظة لو انتي مثلا في مصر، فانا هختار عجمان، وهختار المكان اللي انا موجودة فيه في عجمان، الجرف، الرشيدية، ايا كان، اختار مثلا الرشيدية، وهكتب هنا العنوان بتاعي، إيه رقم البيت بقى، الشارع، التفاصيل دي كلها، وبعد كده هدوس على العلامة الحمراء اللي تحت دي واسجل العنوان بتاعي. بعد كده يا حلوين بيفتح لي الصفحة دي وبيبقى فوق كده موجود العنوان اللي انا سجلته برقم التليفون وكل حاجة. بختار طريقة الشحن، هم عندهم طريقتين، اول واحدة ان الاوردر يوصلك من 3 لـ5 أيام، بس ده الشحن بتاعه بيبقى شوية غالي، او ان الاوردر يوصلك من 4 لـ6 أيام، وده اوكي كويس، بيبقى الشحن 25 درهم. وبتختاري بعد كده طريقة الدفع، هو مش متاح غير طريقتين للدفع، الفيزا والباي بال، فانا هختار مثلا الفيزا، وهنزل تحت كده واكتب الكوبون كود بتاعي، يعني زي ما انتم شايفين هضغط على have a coupon code وهكتب الكوبون كود بتاعي وهو DS50. فبيظهر لي نسبة الخصم اللي اتخصمت لي وهي نسبة 20%، 38 درهم من اجمالي الفاتورة بتاعتي. بعد كده هضغط على المربع الاحمر اللي تحت ده عشان اكمل البيانات بتاعت الدفع بتاعتي. انا عشان اخترت الفيزا فجاب لي الديتيلز اللي بحطها للفيزا بتاعتي، تقدري تختاري الفيزا اللي معاكي، ان كانت فيزا او ماستر كارد ايا كان واحده من دول، في بتحطي هنا الرقم بتاع الكارد بتاعك، وبتحطي هنا تاريخ الصلاحيه بتاعت الكارت، وبتحطي تحت في اخر حاجه السي في ان او السي في في اللي بيبقى مكتوب على الفيزا بتاعتك من ورا، وبعد كده بتضغطي على كلمه باي، وكده تبقي عملتي الاوردر بكل سهوله. وبس كده يا حلوين الفيديو خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم والحاجات اللي انا نقيتها تكون عجبتكم. ما تنسوش قبل ما تمشوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه دي والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستغرام، وكل لينكات الحاجات اللي انا اخترتها هتلاقوها موجوده تحت في الديسكربشن بوكس، سبيشال القمر ده، القمر حلوة قوي 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 المهم، وكمان هتلاقوا الديسكاونت كود باسمي موجود برضو تحت في الديسكريبشن بوكس او هتلاقوه ظاهر على الشاشة دلوقتي، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.